عربي بتطلع على النبي سيدي لا 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 تاخد عليه قلت لي سيدي وطنشت تسعك صراحة قصتي اهلين اهلين ابن نجيب خير يا طيب الله يجعلك بخير الهي شو سيد راسي وين الصرمايات صاحبك شايفه مسكر قصدك بجلدي ايه مو هو الرعى الجامع شو بدك من وين يا سيدي بدي توقع لي على شي صرماية والله نيلي تكون شغل حشمة سيد راسي وليش بدك يا عم الله نبار ارخص سيد راسي ارخص الله يخلينا يا نجيب مني سيد راسي تعال اهلا سيد هاشم يا اهلا سهلين شلونك الله يخلينا سيد هاشم اسمع يا ابن نجيب اللي سيد هاشم في عندي صرمايه جدي من اسطنبول بس طلعت ضيقه على اجري شو رايك تقيس على اجرك وان طلعت مناسبه بعطيك اياها بلاش ولا بمصاري سيد راسي لا بلاش الله يخلينا سيد هاشم ولك الله يخلينا سيد هاشم لا يحرمنا منه الشرف سيدي شرف ناخذ صرماي شرف لبكره ابن نجيب خليها لبكره لك ليش سيد راسي خير البر عاجله ليش لبكره لا تحط لي بالرز بصل الله يسترها مزبوط بس الصرماي عندي بالدائره مو بالبيت بقى لبكره ماشي فضي حالي بكره سيدي يلا السلام عليكم الله يخليك وعليكم السلام يا مو والله ما استرجيت واجهه الصبح وصبح عليه لا يا مو لا اخوكم بيحبكم وبيخاف عليكم فالله يرضى عليكي هلا لما بيجي تستقبليه هيك ببسمه حلوه وبتبوسي ايده هو اكيد اكيد رح يسامحك ويرضى عليكي شايفه سميه انا بعرف كثير حشتك اعطيها شويه سميحه ليكي صحي انتو بدكم تخطبوا له لوضح إيه لك ليش لحتى ما نخطب له يقبر قلبي عليش بوبية بتجنن إيه والله وضاح كتير حلو يا الله شو بحب شوفه رح تنطفي النار زكية حركيها ليكي ليكي سموحة شبكي يعني أنتوا أمتى رح تحكوا مع أبي أبوكي يا أمي برات يا أمي برات يا أمي دخلك يا أمي ولا على طالب الله يرضى عليكم ويوفقكم رضى علي يا أخي وسامحني الله يرضى عليك يا أختي هادية الله يرضى عليك المهم هلأ بحده يسامحك يا وليش لحتى ما يسامحها هو صدق أنه شهيرة بنت أبو شاهر تصير له مرة شو هالحكي يا مو كل الناس خير وبركة إلهي ربي يكملك بعقلك أبوك لا راح ولا إجا الله يرحمه ما كان يتكبر على حدا ابنه الله يرحمه ويحسن إليك تعيشه آمين إيه أختي تطلعي هلا على غرفتي تاخدي الشروال والميتان والصدرية بتغسيهم منيح لا يا مو لا مبارح فهمية غسلتهم يا مو وحطتهم بالصندوق شفتهم يا مو شفتهم فهمية مو منظفتهم منيح شهيرة بتنظفهم أحسن شهيرة معدلة ونظيفية بعدين ما زال شهيرة عنا بدنا نكسب هيك متعدياتها كم أكلة مرتبة مثل شو تقبرني يعني كوسة محشي ششبرك كوسة بلبن قشش حاكم فهمية بتقرف من القشاش وشهيرة يا مو كمان بتقرف من القشاش لا يا مو شهيرة ما عادت قرفت أبو حدو قال لي إنه من كم يوم كانت عملت له أكلة قشة شي مرتب شو صاير لك أمي لحتى عم تشتهي الأكلات الكبيرة لقيت لحالي ما زال شهيرة هون منك سبب تعملنا هيك أكلة ظريفة من تحتياتها ما هيك شهيرة إيه أخي تكرم عينك الله يسامحك يا أبو حدو إيه هي سكبة بعتت لنا إياها جارتنا أم حسن؟ يا مو أمي شوف الكبايات ليحترقوا هاي عين يا مو يسلموا لي الأنامل على الكبة صحتين وهنا تقبرني بس يا مو عم يطلع معي قراص سميكة كأنه مو شغلة إيه يا مو إجت مرت خالك أم صفوان هي وبنتها وساعدتني مين زكية؟ إيه زكية يعني ركزت هيك وصارت تعرف تساوي كبه والله بعرف احوبه ايه يا بعدي قال جابتها مرت خالك لعنا لحتى تورجي امك على شغله وتقانتها قامت حرقت روبه بالمنقل عيب يا اولاد بتضل بنت خالكم حرقت روبه ايه والله يا ابن عمي ولو ما لحقناها الله ستر الحمد لله الله ستر يلا يا امو عزلوا لكم شوي يا امو هي شكريا ما عم يجيب لي مي للشطف لك مو هلا جبت لك سطل مليان بين الجماعة بأرض الديار واخدين راحتهم على الآخر لك تحسين ولك إذا بيشوفوك لحتى يذبحوك ويقلعونا من الحارة
للبوصلة بسمعوكي. لي دخيلك يامو، دخيلك يامو. شوفي يامو عم يتنهو. أنا شفته. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، الله لا يوفقك. إلهي يفضحك. روح الله يبعت لك حمار سبع أشكال وسبع ألوان. فوتوا يا بنات، فوتوا على الأوضة. لا بقى اطلعوا على أرض الديار إلا وأنتوا مسترين. لا بس يجي أبي بدي له خلي ربي له الكلب. لا يا مو، برضاي عليكي لا تجيبي سيرة لأبوكي. ليش يا مو؟ لأنه هذا واحد مشراني يا مو، منخاف إذا علق هو وأبوكي شي علقة يقوم يضربوا شي ضربة يأذي فيها. وأنتوا يا مو اصحكم جيبوا سيرة لأبوكم، والله مو ناقصه يعلق هيك علقات. دخيلك يا ربي، دخيلك من وين اجتنا هالبلوة. فوتوا يا مو، فوتوا. أنا بعود بحكي مع أم أدهم، بركي بخليها تلمح لزوزة يقلعوا لهالواطي من البيت. فوتوا. إن شاء الله بتموت يا تحسين. هالمرة يمكن شافوني. لا شو يمكن؟ إيه شافوني أكيد. والبنت صاحت ولي لما شافتني. إن شاء الله بتموت يا تحسيني، بعت لك قتلك إن شاء الله. لا ما، والله شايفيني عن حقها. هلا إذا راحوا حكوا لأبو أدهم بنكون تبادلنا على المصبوط. عم على هالمصيبة. سيدي يضربوا هنن وابو ادهم، شو بدي يساوي يعني؟ شو بدي يساوي؟ مين يفكر لي حاله عنتر عبس؟ انا كله على بعضه مالي شايفه. مثل ما وصيتكم يا بنات، اصحكم جيبوا سيره لابوكم. ها؟ ايوه كثير منيح. معناتها بديعة خانه مع جبل نغم. لك صارت وصارت، اعمل لك نظره على بيت ابو ادهم. يا والله شوفت ام ادهم بتنعنش القلب، خاصة اذا كانت بارض الديار عم تنشر الغصب. تحسين؟ نبري فوتي لجوا. يسعد لي هالمسا فريدي خانو. لك شو جابك لهون؟ بخاف اللي يجي جوزي. قلتي لي جوزي؟ جوزك تركته عم يلعب القمار، للصبح ما بيجي. وبلكي فاق الصبي واجى لهون. لك يسلم لي الصبي وامه للصبي. مشان الله، مشان الله روحوا ولا تفضحني. وين بدي روح؟ من يوم ما تجوزتي وتركتي المرأة ما في حدا غيرك عبا عيني، لا ببيروت ولا باسطنبول ولا بالدنيا كلها. يلا لنروح شوف العقيد شو بده، بعدين بدنا وقله على حرمته. أنا تحسين. يبعت لك حمى الهي. أبو أدهم مانو هون. لك يسلم لي هالصوت. ما بتعرفي لوين راح؟ لا والله ما بعرف، يمكن راح عند المختار. لك أعطيها المصريات على قليلة بتشوف طرف إيدها. افتحي مرت ابن عمي، افتحي وخدي هالمصريات وعطيهم لابن عمي. أنا ما دخلني، عطيهم أنت. سميحة اتركي هالسلطة وقومي شعري لي المنهل. ذكية لسميحة، يو شو بدها تلحق لتلحق. هاي ذكية بتشعله. لا ذكية خليها مرتاحة. لا يو والله قايمة بشغل البيت كله من بابه لمحرابه، ما بتخليني مد ايدي على شغلي.
لك اسكتي، حتى أخوكي أبو صفوان ما عاد عجبه شغلي، ما بيحب الأكل غير من طبخها، وما بيعجبه إلا ترتيبها وشغلها. قبل كم يوم كانت عنا خيرية خانو وشافتها كيف هيك عم تتفتل بأرض دياري مثل الرهوان، قام صارت تلمح لي إنه بدها تخطبها لابنها. مرتخي اشتريها، الجماعة مناح. إيه لأ، حوينتها تطلع برات العيلة، ما بدي أعطيها لغريب. بعدين هي روح قلب القرايبين، وخصوصي خصوصي أنتو، بتموت على ما تجي لعندك. تقبرني، وأنا كمان بحبها. بحبك العافية زكية. قومي شعلي المنقل يا مو. إيه يا مو. لك أنا بشعله يا جماعة، أنا بشعله. لأ أنتي ارتاحي، زكية بتشعله. ايه يا امو شو بدك؟ جيبي الفحمات وشعلي المنقل، يلا فرجي شغلك لعمتك. ايه بشعله، ليه لحتى ما شعله؟ شو يعني عمتي مفكرتيني ما بعرف شعله؟ لا عمتي بتعرفي، بس انا ما بدي عزبك. تقبريني عزبية قد ما بدك، عزبية اولتا واخرتا الكم. شعلي عمتي شعلي. ايه والله يا شباب اكل حقنا. ابي كان زلمه مسكين وطيب، قاموا عمامي تقوا عليه وما خلوا له شيء. لا وفوقها كان يكرهوه لابي لانه الميمه مالها شاميه. الله يخلي لك الميمه، وهالدنيا مالها امان، والقوي بياكل الضيف، ما هيك ابو حجار؟ ايه والله يا ابو قلوش. ايه والله ايه والله.